امتى قصيته آخر مرة؟ يمكن من تقريبا 15 يوم. صار لك مدة طويلة. لا ما صار لي، بس أنا عم بدهنه يوميا زيت. الزيت مفيد، بيرطب الجذور وبيخليها تضل قوية. بس أنت كأنك بتدهنه بانتظام. ايه انقوري دائما بتضل تدهن لي اياه. مرحبا انقوري. اهلين انيتا. جارتنا بتحب الشعر الطويل ولا القصير؟ بتحبه هيك بهيدا الطول؟ حبيبي مانموهان، تعال لجوا، طولت بالسهرة. شو يعني ما صار لازم تنام؟ جاي حبيبتي جاي. الكم ساعتين بتقولولنا جايين، في بو، يلا تفضل. عن جد؟ بتصدقي انه ما انتبهت؟ خلصت حكي فاضي؟ يلا تفضل على البيت قوم. بخاطرك انقوري تصبحي على خير. حبيبي مانموهان، قلي شو نويت هلا؟ نويت اني اجي واحكي معك. مو معقول. عن جد انك واحد ما بيستحق ابدا. ليش لحتى تقلها هيك وتخجلها قدامي ولو؟ شو؟ ليش شو حكيت مع انقوري انا؟ بعدين عم بحكي مع مرتي مو مع مرتك. يا ريتك حكي هيك معها. ها؟ صار الوقت متأخر كتير، أنا رايح على غرفة جارتنا وانت دبر راسك. شو عم تخبص انت؟ عم قلك صار الوقت متأخر كتير، أنا رايح على غرفة جارتك وانت روح على غرفتك وخلصني من شكلك. مرحبا يا حلوة يا قمر. بعد عني، أنا مو جاي عبالي أحكي معك بالمرة. ليش أنا بشو غلطت معك حبيبتي؟ عن جد بشو غلطت معي؟ ليش حكيتني هيك من شوي قدام في بوتي؟ ليش قلت لي إنك جاي تحكي معي الليلة؟ أي بس حبيبتي، أنا بدي أحكي معك الليلة وليلة مبارح والليلة الجاية وما حدا دخل، وإمتى بدي أحكي معك؟ أي بس نحنا ما بصير نحكي بهاي الشغلات قدام الناس، إلا تأثير سلبي على حبنا. اسمعي حبيبتي، إذا عم تسأليني قديش أنا بحبك، فأنا حبي إلك هو حب قد الدنيا، لا بينقص ولا بيخلص، قد الكون كله. لا ما بدي، وبعرف إنك كمان ما بتحبني. طيب شو أعمل لتصدقيني إني بحبك وبموت فيكي؟ أنت بتحبني مثل ما منحب حيواناتنا الأليفة، مو أكتر. اسمعي حبيبتي وفهمي شو عم قول منيح. أول شيء أنت مانك حيوان أليف، بس حتى لو كنتي حيوان أليف كنت رح أضل حبك كتير كمان، لأني بحب روحك بالأساس يا عمري. ايه مانموهان، انت خليك عم تحب روحي وخلي شبابي يضيع هدر وعلى الفاضي هون. انت شبابك ما عم يضيع حبيبتي. مو معقول، مانك منتبه لحالك انك كل يوم بتطلع بتسهر مع جارنا في بوتي وتاركني لحالي هون؟ اللي هذا شو بتسميه؟ سهرة شباب. لا مو معقول. شو؟ أنا عن جد بعتذر منك كتير. إيه أنا كتير آسفة. إيه ما يكن لك فكر، أنا رح أحكي مع زوجي فورا. إيه طبعا بتصل فيك وبخبرك. إيه وهيدي قهوتك حبيبتي بالطريقة يلي بتحبيها، سوداء تقيلة وسخنة. شو بكي رح تاكليني بعيونك؟ شوفي فيبو. ليش كذبت علي؟ بشو كذبت عليكي؟ أنا بتذكر إني بعتك على شركة بيو لتلميذة لتعمل مقابلة. إيه؟ ما رحت على الموعد وخليت الزلمة يضل ناطرك. أنا ما رحت. أنا ما رحت. ليش؟ ما عرضوا علي وظيفة بمكتب وما بحب الأماكن المفتوحة. أنا ما بحب هيدا النوع من الوظائف. طيب شو بعمل؟ بدك لقي لك شغل بجبال الهملايا يعني؟ لك مش بجبال الهملايا، أنا بحب الأماكن المفتوحة هيك. بحب تعرفي مثل ما كانوا يقولوا من زمان،
الحياة لازم تكون كبيرة مش طويلة. بس يا ريت بتفهم إنك منك بوضع فيك تطلب وتتطلب فيه عزوقك، مش كل شي بيمشي على كيفك. وليش لا؟ الشغل يلي بدي أشتغله لازم يكون من اختياري أنا. مرحبا أنيتا. أهلين جارتنا، شو هالمفاجأة الحلوة، مية أهلا وسهلا فيكي. مو جاي أشوفك، جاي أشوف أنيتا. إيه طبعا أيها هون. عفوا ممكن تفكي لي هيدي؟ إيه شكرا. مو معقول، مش معقول. أهلين فيكي أنجوري، بعتذر. لا 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 بالعكس، أنا بحب هاي الرابطة الحلوة اللي بيناتكن. الحقيقة يا جارتنا أنا جاية لعندك لأطلب منك فصيحة صغيرة. قصدك تقولي نصيحة؟ إيه مثل ما قلتي. كنت بدي أسألك عن شغلة. فيك تسأليني شو ما بدك، تعي. الحقيقة الليلة الماضية تخانقت مع جوزي مان موهان بحدة، ومن ضمن الحكي قلت له إنه هو ما بيحبني وما بيطيقني كمان. إيه وكيف كان رد فعله على كلامك؟ يعني نفس الحكي تبع كل الرجال، إنه لأ حبيبتي أنا بحبك كتير. وشو قلتي له؟ قلت له لأ أنت ما بتحبني أبداً، وماني شايفة بتصرفاتك أي تصرف واحد بيدل على الحب. إيه وهو شو قالك؟ هو ضل مصر على كلامه وقال لي لأ حبيبتي أنا بحبك وبموت فيكي عن جد صدقيني. وقبل قال لي بدي أحكي معك هاي الليلة وليلة مبارح والليلة الجارية. قصدك تقولي الليلة الجاية؟ إيه مثل ما قلت. وكمان قال لي إنه هو رح يضل يحبني حتى لو كنت حيوان. منيح. إيه حلو هالحكي. يعني الكرة بملعبك هلأ؟ ما فهمت، بس أنيتا ما عندي ملعب. لا ولا يهمك، هيدا مجرد مثل يا أنجوري. أنا قصدي أقول إنه هلأ أنت عندك فرصة كبيرة لاختبار السيد تيواري. سيد تيواري قال رح يضل يحبك الليلة ومبارح وبكرة، بحبك يعني بكل أحوالك. إيه مبارح هيك قال لي. خلينا نكتشف لكان إذا كان حكي هيك مبارح لحتى بس يسكتك، ولا لأنه عن جد بحبك.